اهو 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 الله 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 ضغط رجلك. احنا دلوقتي في اهم مكان بيعمل ديكوريشن في مصر. Oh the weather outside is frightful but the fire since we've no place to go. ولا يا ابني ولا احنا دلوقتي طالعين لسانتا كلوز. سلام يا ولد الكلام. شكرا سانتا. تجيب بيتزا كبيره وتصوروا فيها كلكم. عايزين لبس والنبي اشيك حاجه عندكم. تحب ارازف الناس؟ تحب ترازف الناس ايه بس؟ دين برجر من اختيارك. العيال دي كلها بتلعب احنا مش هنلعب يعني. النهارده هنخترع عليكم ثلاث اماكن تقضوا فيه ليله راس السنه. هيو اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه تعمل عايز تخرج في راس السنه مع اصحابك. وهنروح النهارده كذا مكان تقدر تختار منهم المكان اللي يعجبك ومعايا طريقه نوفر بيها فلوسنا، وهيكون معانا محمود ممدوح وصلاح ممدوح. بس احنا مش اخوان. يلا بينا نشوف الحوار ده. احنا ثلاثة تملي ثلاثة ونزعل قوي لو نبقى اتنين. وطلعنا على مول مصر في اكتوبر اول مكان معانا سكاي ايجي. تيكت الدخول بس ب 300 جنيه ده غير لوكر ب 25 جنيه عشان تحط فيه حاجتك وكلافزات ب 50 جنيه فكده كتير قوي. فاحنا هنستخدم ابلكيشن وفرها وهندفع 325 جنيه بس وناخد كل ده وكمان هات شوكليت ببلاش وكمان جاب لكم كود خاص. يلا بينا نشوف الحوار ده. يلا بينا. ايه نمشي ازاي؟ جيبوا اللبس منين يا كابتن والنبي؟ من هنا؟ سلام عليكم. عايزين لبس والنبي اشيك حاجه عندكم. انا 45 31 41 41 2 41 1 45. طب وانا؟ Five minutes later. هو اللي ايه هو يعني؟ وانت جايب لي اصحابك؟ اه ماشي. هو انت عايزه ايه؟ انت ماسكها لي من ساعه ما دخلت. تحب ارازف الناس؟ تحب ترازف الناس ايه بس؟ اجري. يا عم عايز ازور معاك يا عم. ايه ده ايه ده؟ يا اياد اقسم بالله اعمل معاك مشكله ايه؟ تبع مدرستك؟ اي ياح الله يا صلاح يا ممدوح يا علي يا حسين. خلاص بقى خلاص خلاص ما عادش يقدروك يا ليو ميسي. يا جماعه انا مش عارف العب. يلا ما عادش يهابوك يا ليو ميسي. اول جه دخلت خصمت مع مدرسه بحالها. انت حقيقي؟ ايوه انا حقيقي. انتوا مدرستي مستقبل. انتوا شباب المستقبل عليه العوض. العيال دي كلها بتلعب احنا مش هنلعب يعني. عايزين بنات معانا. يلا بينا. كنت فين واحنا بنلعب فتح يا ورده؟ مروان بابلو استحالة. عامل ايه يا صاحبي؟ هبب جدا بس بقى. اي اي خد ساتر. ما حدش يجي جنب الكاميرا. انا معايا الكاميرا مان. عيني عيني الحمد لله عيني. اتحشر. يلا اسرع عشان نلحق دور. اخر واحد يا برنس. انا قبل الاخير. انت قبل الاخير. مين الاخير؟ انت قبلي يعني انا الاخير. ايه ده خلاص كده. يلا بينا على اللعبه الكبيره. طب ما هي تيجوا نستنصح. لا 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 لا
صعبة قوي. ربنا نجاني. كنت بالشمالي كنت بالشمال. بص يا باشا. This is Sparta. احنا دلوقتي طالعين لسانتا كلوز. انتو تنو كل الجو. الله 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 الاستاذ سانتا كلوز يا نهار. السلام عليكم. عليكم السلام. شربتوا حاجه؟ لا والله على لحم بطننا من الصبح. احنا هنبقى تشربوا ايه؟ ايه ده يا استاذ الصنفور المفكر؟ انتوا مش قصيرين ليه؟ كبرت يا عم. ناخد اربع هدايا حلوين. يا نهار ابيض من تحت الشجره. بس قبل ما يعني لا نديك حاجه هنصور صوره مع بعض. يا نهار ابيض يلا بينا. امال فين الغزاله؟ الغزاله رايقه. الغزاله رايقه ما الناس الحلوه سايقه. بطي بابا نقول 2014. بس بقى كريم انا اسمك سبت معايا حبيبي يا فنان والله. كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوط ان انا شفتكم. احنا كمان شوف الراجل خرفان ده. ألم ده شراب يا لهوي. يا عم دي ضيقه قوي. الله يا لهوي حلوه قوي. شكرا سانتا. لا لا وكمان من ضمن باكج يوفرها ليك هوت شوكليت او اي مشروب سخن ببلاش. سلام عليكم. عايزين اي حاجه سخنه في التلج اللي احنا فيه ده. شوكليت ثلاثه هوت شوكليت واحد اي حاجه غير الشوكليت. شكرا. ده هي برضو ما انتبهتش. اصل انا هقول لك احنا دلوقتي مستنيين البطاريق. الساعه 4 يا باشا. المواعيد يا ريس. عايزين البطاريق. عايزين البطاريق. الله 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 ده بطاريق. ادعك كله يا عمو. الله 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 شكله مضحك قوي. بص الثاني شكله عبيط. ايوه بقى اطلع نط في الميه. انزل زحلقه. انزل زحلقه بيبو. الله 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 تعالى يا حبيبي. هات اشيله اكله. هات ارميه في الميه. هاي ازيك سلم عليا. ايوه واقف عندي البطريق شايلني. هينط الله. الحق طلع. هات اكله يا عمو. يا عم يا جبري هات اكله يا عمو. خلاص. اه ده واحد اسمه كايرو والتاني اسمه موسكو طبعا. الله 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 على الهادي يا شباب. عركه. يلا بينا يلا بينا عشان العركه لو دارت كله هيزعل. وتاني مكان معانا زيت بار. سعر التيكت 200 جنيه بس هتدخلك بس لو طلبناه من عن طريق وفرها هناخد كريدت فيها 75 جنيه رصيد وكوين كرنفال وفاوتشر للفريزول الكبيره وايس رانك نتزحلق على الجليد. فيلا بينا. ونسيت اقول لكم هتستخدموا برومو كود هبهب 10 لو استخدمته هتاخد خصم 10% على الخصم اللي موجود اصلا. يلا رجاله. ايس رانك تبع الفاوتشر بتاعت فوفرها. فيها تلج بقى. Another banger. Baby calm down, calm down. Yo, this body is putting my heart. مش هتوصل. البسها كده تفاريحي. عايزك مش هتقفل. يا ابني ما كده كده مش هتقفل يا شو. حزين بس لا جايين. انتوا اللي خايفين. يلا رجاله. حياتي انا مستواي احلى من مستواك. انا بقول لك يا بقى ولا يا ابني ولا another banger baby calm down. وبالكوين اللي معاك دي تقدر تلعب بيها العاب الكرنفال. كل واحد وعم يترادينا رجاله. دلوقتي عايزين ناكل. يلا نروح نشوف الفاوتشر. في عرضين تبع وفرها من بيتزا ستيشن ان انت تجيب سلايز كومبو ب 70 جنيه بدل 120 او تجيب بيتزا كبيره ب 175 بدل 280. واه البيتزا الكبيره بيكون معاها 2 بطاطس تشيز ولتر كولا. يعني ممكن تجيب سلايز كومبو تاكله لوحدك او تجيب بيتزا كبيره وتسهروا فيها كلكم. نيلا بيا يا حبيب قلبي.
أبدا ما جيت على عيني. دلوقتي بقى هنركب أكبر ويل في مصر. لا لا دي ألذ لعبة. يلا بينا مش هتستنانا. اقفل اقفل عليه اقفل عليه. وبالرصيد اللي معاك على الكارد تقدر تلعب بيه اللي انت عايزه. يا لهوي يا اخف لعبه. طيروا رجليكم طيروا رجليكم. يلا طير رجلك يا باري طير رجلك يا كده. احنا زي الفل. احنا دلوقتي في اهم مكان بيعمل ديكوريشن في مصر، كابيتال بيزنس بار، بس في مشكله، الامن مش راضي يخليك تخش تتصور وتطلع، فانا عندي طريقه ندخل نتصور براحتنا ونلف ونعمل اللي احنا عايزينه، فيلا بينا. كل ما في الموضوع ان في السيزون وقت الزحمه بيدخلوا الناس اللي حاجزه بس وتدخل تقعد في مكان. واضح ان احنا لازم نطلب، زي ما انتم شايفين المكان لاصحاب الثراء الفاحش. ففي منز عليه ديلز بنوفرها فيلا بينا نشوف ايه الحوار ده. ممكن نجيب الاوريجينال بتاعك معانا كده. الاوردر ده مع اربع فرايس ومع اربع كولا كانز كده ومع اتنين ديزرت ممكن يبقى بعده الاكل. اتنين برجر من اختيارك فرايز وهيجيب الكولا وفي حلو بعد الاكل ب 200 جنيه يعني كل واحد دفع 100 جنيه ورث. ديزرت تسلم ايدك. ده ايه ده بقى؟ وعايز اقول لكم ان الدفع مش بيكون كاش للمكان، وفي كذا طريقه للدفع، بس الاشهر الدفع بالكريدت، ولو مش معاك تقدر تدفع عن طريق فوري وتحجز قبل ما تروح. ويفضل ان انت قبل ما تيجي هنا تحجز عشان ممكن ما يدخلكش من البوابه اصلا. شكرا يا باشا، تاخد الريسيت وتنزل تلف براحتك، اي حد من السكيورتي يوقفك قول له انا دافع يا حبيب قلبي، وتصور زي ما انت عايز. وفي النهاية حبيت أوصل لكم إن إحنا نقدر نخرج وننبسط مع أصحابنا، فما نشيل لهم واختاروا مكان تقضوا فيه اليوم، وقولوا لنا عايزين الفيديوهات الجاية فين، وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان نشوف الفيديوهات الجاية، وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي، فهب هب 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 هب